سيدنا محمد اللهم جلالي. شعور ما يتوصف حقله، ما يتوصفش هذا الشعور، حيت راه المغرب توحشنا بزاف بزاف. ما تصورش راه الداخل، راه الناس مروني كلشي صغار كلشي كيغوت خصو يخرج. انا توحشت، ما قدرنا، انا ما قدرتش نصبر، انا ماما كتسناني، العائله كتسناني، خصني فوقاش نخرج. اجراءات ماشي صعيبه ولا شي حاجه، سهله كطبع وتخرج وصافي، هادشي اللي كان ماشي شي حاجه، ما صعبوهاش علينا. هادشي اللي كنقول لكم، السلام عليكم. الحمد لله الديوانات فتحت لنا، ديك واحد النعمه كبيره عند الله، وربي الحبيب فتح علينا وسيدنا، والله يخلي لينا ويخلي لوليداتو والاسره الالويه كامله. غنقول لك الديوانه، حنا انا عندي الكواد ديالي بالحق، الناس اللي تما بقاو ساكن عندهم والدي ولادهم في المغرب، والديهم رجالهم كياكلوا من سبته بالحق، الا خرجوا ما يقدروش يوكلوا ولادهم، ولا بقاو في المغرب ما يقدروش. حتى كتعرف الدنيا مازمه، السبته بلا مغرب ما كاينه والو بصراحه، والمغرب عاود بلا سبته ما كاينه والو، الناس كياكلوا. هادشي النوغوسيوس اللي في سبته بلا ملي تشد الديوانه الناس شدوا، لا نصارى ولا مسلمين، على دخلوا يخدموا على وليداتهم وخرجوا كيتسماو، حنا نخرجوا عاود لهنايا وناكلوا ونشربوا وندخلوا بحالنا، وعاود اللي تما الناس كيدخلوا ديالنا المغرب تما ياكلوا ويشربوا، عاود كيخليوا، فهمتيني؟ الدنيا كتحرك. فرحانين، الفاميليا كتسنانا وكلشي فرحان. هادي عامين ونص حنا ما خرجناش، دابا فرحانين فهمتي، دابا باش نعمل واحد الدوره ورجع لحالي فهمتي، غنشوفوا المغرب ورجع بحالنا. فرحانين بزاف بزاف، هادي عامين وشهرين باش ما دوزناش من هنايا، ما كناش كنتوقعوا غيفتحوها لنا، حتى شعيو كيقولوا غيفتحوا من بعد ما كيفتحوا والو، ودابا الحمد لله فرحه كبيره كبيره، كلشي منظم، عندهم داك الشيء غزال زعما ديك الصراحه الله، والحمد لله. الباسبور والباكسان صافي الحمد لله، كنا كنمشيو في الطياره ولا كنمشيو في باطو، دابا الحمد لله كنجيو على رجلنا. خساره الصحه، كنا كنخسروا الصحه وكنا كنخسروا المال، دابا الحمد لله كنجيو على رجلنا، ما كنخسروا حتى حاجه، ودقيقه حنا هنا عند العائله. الحمد لله دازت دازت بالمره والحلوه ديالها دازت. ساكنين تما ولكن كان يعني صعوبه كضرب الدوره، يعني حنايا هنايا العائله هنايا، ضرب حتى الملاقه عاد تهود من طنجه باش تجي هنايا، يعني بزاف ملي فتحوا لنا البراك وعاود نفس المشكل، يعني كتشبر برك وعاد تشبر برك باش ترجع، وحنا يعني خمسة دقائق من سبته كنستيخو خمسة دقائق. المهم الحمد لله دازت، ونطلبوا من قدام يكون شي حاجه احسن ان شاء الله يا ربي. ما نكذبش عليك، ما نقدرش نعرف شنو غادي يكون، حنا اللي كنقولوا دابا الحمد لله اللي تفتحت هذا الباب، ونتمنوا هاد تكون باب الخير على جميع المسلمين ان شاء الله. سافرنا في الطائره وسافرنا في الباخره، وكنا كنتمنوا هذا الباب افضليه اللي تكون يعني قريبه لنا. الحمد لله فرحنا بزاف، فرحنا بزاف، لحقاش حنايا ما نقدروش نكونوا بلا مغرب، والمغرب ما يكونش بلا اسبانيا. هذا واحد الفضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الله يخليهم دائما محبين ويخليهم دائما هذا الباب مفتوحه، لا على المغاربه ولا على الاسبان. فرحانين بزاف، دخلنا للمغرب والبلاد مزيونه وكل شيء داز مزيان، وداز مزيان، وفرحانين بزاف، وعاش الملك وشكرا بزاف. هم العائله ديالي. السلام عليكم، حنا هاد النهار هذا فرحانين بهذ الفرحه، الديوانه اللي حلوها لنا، وهاد الناس السبته اللي خرجوا عنا، وهاد التاكسيات اللي خدامين اليوم، فرحانين انا وخاي كمال في خاطر اوتريخ امستردام. ايوا شكرا للقنوات ديالنا اللي مساكن تا هما معنا ضاحين هاد الليله هادي في الديوانه، وعاش سيدنا والاسره العلويه كامله، وبيدرو سانشيز تا هو، وخوين كارلو وبيلم الكسندر تا هو هولندي. معبر باب سبته تحل الحمد لله على هذه المبادره هذه. وبالنسبه للتاكسي الحمد لله التاكسي مزيان نظام، وهذه واخا كاين بعض الخروقات وهذه، الحمد لله دابا حاليا مزيان. وضمن راسنا استعدنا واحد اليومين قبل، والحمد لله الامور مشات مزيانه كما كتشوف دابا، التاكسي منظم كلشي، الامور مزيان والحمد لله. انت كتشوف الزبائن اللي كيجي كيركب مزيان، ما كاين فوضى، ما كاين عرقله، ما كاين والو. بالنسبه للسلطه الحمد لله تعاملت معنا مزيان، واخا كاين بعض الضغوطات وهذه، التاكسي بزاف وهذه الحمد لله.
الله يرحم والدين.